تتواصل المظاهرات في العديد من المدن الأمريكية احتجاجا على انتخاب دونالد ترامب وقلقا من أن تقوض إدارة رئيس المنتخب الحقوق المدنية الأمريكيين. في بورتلاند بولاية أوريغون التي شهدت اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين بعدما قام عدد من المتظاهرين بإغلاق الطرق، أعلنت الشرطة عن إصابة شخص بطلق ناري بعد إغلاق محتجين لحركة السير فوق جسر موريسون. أما في ميامي فنظم مئات المتظاهرين مسيرة ضد ترامب رافعين لافتات ضد العنصرية وترحيل المهاجرين. في مدينة نيويورك ابتكر السكان طريقة فريدة للتعبير عن إحباطهم من انتخاب الملياردير الأمريكي من خلال كتابة انتقاداتهم ومشاعرهم الحالية في ورقة صغيرة وتعليقها في محطة مترو أنفاق مانهاتن. أشعر بالحزن والخوف بشأن ما الذي سيجري في بلدنا. أنا غاضب ومحبط، وأعتقد أن الكثير من سكان نيويورك يشعرون بنفس المشاعر. إنه أقل ما يمكن أن يقال. نحن ندرك أننا لا نعيش في فقاعة، ويجب علينا تقبل الواقع بشكل ما. المظاهرات في نيويورك التأمت مجددا في حديقة واشنطن سكوير وأمام برج ترامب حيث يقيم الرئيس الجمهوري المنتخب. في المقابل أعلنت الشرطة اعتقال 11 شخصا في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين.